أنا أم البنين فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري، سليلة الأمير عقبة بن نافع، فاتح المغرب ومؤسس القيروان. Un éternel combat qu'elle vit au quotidien pour arriver à ses fins. Je me suis fixé des objectifs et c'est des objectifs qu'il faut atteindre. Nous avançons et justement, je pense que si le Maroc avance, c'est grâce à toutes ces femmes extrêmement dynamiques. اللي تربى اللي تغرس في دمه وفي لحمه الحب الحرية. ما كانش حرية منقسمة، ما كانش حرية متجزئة، وبعدين حرية الأرض من حرية المرأة الأم والأخت، وحرية المرأة من حرية الأرض. Une femme tunisienne, maghrébine, chef d'entreprise, تخدم الزيت وزيت تبيعه وين في Japon. Je suis homme dans mon business. Là, نعطي فيه في وقت الكل، c'est un challenge. نحب نوصل. إن الميراث الذي خلدت بذمة الزمن أوسع وأبعد من جامع القرويين، من أقصى المغرب إلى أدناه. لي حفيدات روحيات لا تثبت عزائمهن عن طلب العلم والإبداع وتقلد مهام القيادة والمسؤولية التي لم تعد حكرا على الرجال.